شوف الصحابة وأهل الصلاح والعبادة والأنبياء والمرسلين كلهم كانوا يبحثون عن ماذا؟ عن رضا الله عز وجل، يجاهد من أجل أن يرضى الله، يصلي من أجل أن يرضى الله، يقوم ويتصدق ويقرأ القرآن، كلهم يبحثوا عن رضا الله عز وجل. والصحابة قدموا البذل الغالي والنفيس حتى نزل، ضحوا بأنفسهم وبأموالهم وأرواحهم وأبنائهم حتى رضي الله عنهم. فجاء القرآن الكريم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. بعد هذه التضحيات أتى الرضوان. طيب الآن أنت في بيتك، وأنت في بيتك تشرب هذا الماء، بسم الله، تشرب الماء، يكون هذا شربك لهذا الماء سببا في رضا الله عنك. يا الله، شلون؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة، يعني الأكلة ظلوها هي أي الوجبة الواحدة، يعني وجبة الغد الغداء أو العشاء، وجبة واحدة، الله تعالى مجرد أن تأكل هذا الطعام فتقول الحمد لله، أو تشرب الشراب فتقول الحمد لله فيرضى الله عنك. يا الله، الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة. كلمتين تقولهم الله تعالى في عليائه يرضى عنك، فتكون قد وجبة واحدة أو شربة واحدة من الماء سببا في دخولك الجنة. هذا الاستشعار وهذا التذلل لله ترى عظيم عند الله. لا تستقل هذا الأمر أنك أنت في داخلك ترضى عن الله وتحمد الله. حمد الله يا جماعة عظيم، تملأ ما بين السماء والأرض. الحمد لله، هذه الكلمة قلها بلسانك وبقلبك وبجوارحك، الحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، شيء عظيم. قال العلماء تملأ ما بين السماء والأرض من الأجور ومن الحسنات، لكن استشعر هذا المعنى وشوف. احنا نضيع فرص كثيرة في التقرب من الله سبحانه وتعالى.